فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت داخل السيارة وأنا أقرأ القرآن ثم مررت بآية فيها سجدة، فهل يشرع لي أن أسجد على طرف الكرسي الذي أمامي؟ لا بس تسجد على طرف الكرسي، أو إذا كانت الأرضية، أرضية السيارة، تتمكن من السجود على أرضية السيارة فافعل. إذا لم تتمكن بالإهمال تومي برأسك للسجود تخفضه. نعم.